23 المؤرخ في 23 فيفري، واللي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 سنة 2006. دونك المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. الناس فسرت المرسوم هذية أنه باش يتم حذف وإلا إلغاء الشرطة البيئية. مدى صحة الخبر والتفاصيل باش ناخذوها مع سي عدنان أبو عصيدة، رئيس الجامعة الوطنية للبلديات، اللي معنا في المباشر. صباح الخير سي عدنان. عايشك، صباح الخير، صباح الورد والياسمين لكل جميع المستمعين. مرحبا بك يا سيدي. دونك طبقا للمرسوم هذه، هل انه فعلا باش يتم حذف والى الغاء الشرطه البيئيه؟ هو بالعكس، اليوم المرسوم هذا جاء دعم للرقابه ورقابه الصحه ورقابه النظافه وجميع الفريق النظافة والفريق الرقابة اللي يقوم بها. لخاطر اش قال المرسوم؟ قال قبل كل شيء تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من قانون 59 مؤرخ 14 شنون، اللي هو أصلا متعلق بمخالفات التراتيب وحفظ الصحة في المناطق اللي تابعة للجامعات المحلية. ونفس هذا الفصل تم تنقيحه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 في 5 أبريل. والتنقيح الجديد اليوم اللي جاء في المرسوم هذا شنو نقطع؟ افاد ان اعوان الجماعات المحليه المحلفين، ما قالش الشرطه البيئيه ولا واحد، لان اعوان الجماعات المحليه لازم يكونوا المؤهلين للغرض، المؤهلين يعني باش يقوموا بالمراقبه، واحد لازم يكونوا محلفين، قال لازم يكونوا منتمين الى صنف A وB، وعند الاقتضاء تجمو نمشيو للصنف G. يعني يلزم يكون عندهم مستوى تعليمي معين ومستوى إداري معين باش يجموا يتمكنوا من إشغال شغور الخطة الوظيفية هذيك، ويلزم يكون عندهم بطاقة مهنية تضبط بقانون ونموذج يخرج من وزارة الداخلية. كما زاد تم إضافة فقرة أنه الأعوان هذوما نتاع الجماعات المحليه يعملون تحت سلطه رئيس البلديه بعد ما كانوا مسؤولين من الداخليه. لا هو ديما من الاصل حتى في الفصل 266 من مجله الجماعات المحليه تعمل الشرطه البيئيه تحت اشراف رئيس الجامعه المحليه، لكن يعني التجهيزات والزي والكل كانوا من الداخليه. تو نوصل لك عاد. باهي تفضل. تعمل تحت سلطه رئيس البلديه، وقال تتولى الوزاره التكوين والتاهيل. كانت قبل الوزارة تتولى التكوين والتأهيل وال يعني شو اسمه الزي المهني والزي المهني والسيارات يعني والأجهزة. اليوم عفاء، حسب قراءتي أنا اليوم عفاء الأمر هذا المرسوم هذا عفاء الوزارة من التجهيزات، يعني أي الزي والسيارة عفاهم، يعني وخلاها المسؤولية اللي اصبحت فقط التكوين والتاهيل، وخلى المسؤوليه نتاع اللوجيستيك والزي المهني والسيارات للبلديه. وهذا حاجه خبر به، لانه اليوم كي نحبوا نعملوا شرطه بيئيه ولا ندعموا الفريق الشرطه البيئيه ولا شرطه ولا عوان ترتيب، نمشيوا في بامكانياتنا ونمشيوا كل واحد يمشي يخدم، ما يقعدش يستنى حتى تقول لك الوزاره انا باش نعطيك سياره، ما نعطيكش باش تعمل فريق، ما تعملش فريق. نعرفوا اليوم الشرطه البيئيه موجودة في 120 ولا 117 بلدية، مش موجودة في البلدية الكل، لأن إمكانيات الوزارة ما تسمحلهاش باش تعطي السيارات ل 350 بلدية. دونك اليوم باش تحمل البلدية مسؤوليتها المادية والقانونية لهذه الخطة، ودعم طريق التراتيب في البلديات يكون من بلدية للمراقبة وحفظ الصحة وغيرها، ويمكن لهم أيضا قال أعطاهم اليوم المرسوم أعطاهم حاجة خارق العادة، أنهم يمكن لهم الاستغاثة بالقوة العامة في كل وقت، يعني وتحديد وانواع المخالفات وحفظ الصحه حسب الامر حسب القانون التنفيذي وقيمه مبلغ الخطايا. يعني احنا انا تخطين نشوف انه هذا المرسوم هو دعم للبلديه على البلدية. عكس ما راجع على مواقع التواصل الاجتماعي انه باش يتم حذف الشرطه البيئيه. والله مواقع التواصل الاجتماعي تكتب هكاك وتقول ملومش عليها، ملوم على اعلام وراديوات، ويجيبوا خبراء ويقدموا كخبير ويقدموا كاستاذ قانون وما عرفش شنو، ويقول العكس هذا
أنا ممكن أكون غلط في قراءتي، ما تمشي وتقرأ والقانون يقول لك ألغي الفصل كذا كذا. هو اللي فيصل في الحكاية هي المناشير التوضيحية اللي باش تهبط وتعطي التفسير بالضبط للمرسوم هذا. المناشير التوضيحية تاع اللي باش تهبط في مخص الرسك ولا في مخص البطاقة وفي مخص يعني حتى المناشير وضحها شنو فيش باش تهبط. دونك سي بون معناها واضحة الحكاية. مش واضح أكثر من واضح، راه فما كل القانون عنده الروح القانون، لماذا وعلاش صار وشنو الأسباب نتاعه وأسباب الصدور وكيفاش واحد وعلاش تحول وعلاش صار. دونك فما وكل شيء مكتوب، هي في صفحة، هي ما يجيش حتى صفحة كاملة، ما يجيش حتى صفحة القانون له أمر. دونك يلزمنا نقراوها، أما كل واحد يقراها يحب يقراها بالنية اللي يحب هو يشوفه. هذاك علاش اتصلنا بيك سي عدين، على خاطر نمنوا بالاختصاص وكل واحد عنده الاختصاص نتاعه هو اللي نجم يفيدنا أكثر. ان شاء الله نكون وافدناكم، وان شاء الله تكون هذه خطوه لدعم المراقبه الصحيه ودعم الانتصاب الفوضوي. راهو الخدمه الاداريه الشرطه الترتيبيه والترتيب وعوان الترتيب في البلديه، قبل كيما نقول لك مثلا قبل ما يوليو عوان الشرطه البلديه كانوا ما يقارب 7000، اليوم كي نشوفوهم في الشرطه البلديه نلقاهم كان 1000 واحد ما يجيوش. دونك اليوم اعاده الروح للترتيب والمراقبه البلديه هذيك من اهميه الناس طلبنا عليها دفعنا عليها، ومش من اليوم قلناها، واحنا قلنا كالجامعه رسلنا قبل الوزاره قلنا لهم راهو مستوى الانتدابات لازم يكون موجود، وقلنا وقتها صارت انتدابات عشوائيه في بعض البلديات اللي من كانت لا تشرف عليهم لجنه، قلنا ماناش موافقين على الانتدابات هذه، والمستوى انه باش يكون مستوى متدني اللي مش 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 كيفاش يقولوا حابين يكون الفريق هذايا والسلطه هذه والاداره هذه تكون عندها مستوى فاهم القانون، تعرف تكون عندها كيفاش تتعامل مع المواطنين. اليوم نعرفوا احنا البلديات هي السلطه، سلطه الاشراف وسلطه القرب للمواطنين وعلاقه مع المواطن، لازم احترام المواطن، لازم تطبيق القانون في 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 اطار الاحترام المتبادل، ويلزم الناس كلها تتفاهم، ولازم قبل ما نطبقوا القانون كان لازم نعملوا حصص توعيه للمواطنين ونفهموهم شنو واجباتهم وشنو حقوقهم. وهذاك هو اليوم ميثاق المدن اللي لازم نخدموا عليه الناس الكل ونحسنوا الخدمات، وهذاك هو الغايه منها. وهذاك دونك كان كجامعه وطنيه للبلديات حبينا الخطه هذه اللي شغلوها تكون ذا مستوى عالي ذات قيمه وذات جوده، وذاك الحمد لله اللي هم بنوا عليه المرسوم هذايا، وان شاء الله ديما نقدموا ونواصلوا في هذا الاطار. يعطيك الصحه سي عدنان بوعسيده رئيس الجامعه الوطنيه للبلديات، مشكور برشا على التفاصيل هذه الكل. دونك الكونكلوزيون انه الشرطه البيئيه مازالت موجوده، انه ما تمش حذفها حسب ما قاعد يدور، والا يروج على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن